بالله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. اليوم راح نكملوا الساب ميتينغ توجور، اللي هو واش في هذه الحالة عندي هوست، عندي شركة شحال فيها في هذه الحالة فيها 500 و for example 515 هوست. أوكي، في هذه الحالة راح نشوفوا كيفاش راح تكون. أوكي، رحنا لأيانا، أيانا قالت لك بلي عندنا لادريس اللي هي هذه 20 33 4 0 سلاش واش، ولا 0 0 سلاش 16. دونك هذه هي كيفاش راح نتعامل معها. عندي الاش يساوي دو بويسونس ان موان 2، وعندي واش اس دو بويسونس سوري، عندي ان يساوي دو بويسونس دو بويسونس 2 او بويسونس اس، قلنا لي هي نمبر اوف وانز. وعندي هذه كما تفهمنا 0 0 0 0 0. عندك هنايا دو بويسونس 0 دو بويسونس 1 دو بويسونس 2 دو بويسونس 3 4 5 6 7. هي عندك هنايا 1 تعطيك رقم 1، تعطيك هنا 2 تعطيك هنا 4، تعطيك هنا 8 16 32 64 100 28. اوكي، هذا بالنسبه للاخر تاعنا. مي المشكل هنا دركا، هنايا 128 هنا عندك 515، سما هنايا تزيد تشوف دو بويسون سويت شحال طيح، طيح لك 256. اوكي، زيد والله ما كلها نحتاجوها هنا حاليا، معليش هذه غير نساها، معليش معليش. دركا نشوفوا الاش تاعنا شو يساوي. هاش يساوي 2 بويسونس ان موان 2 هكذا. اش عطالي اش 515 يساوي 2 بويسونس ان موان 2، جبد 2 منا شحال طيح، طيح 517 اللي هي 2 بويسونس ان. لو كان نجيو نشوفو شنو هو العدد الذي يساوي ان ويساوي 2، اللي هو لو كان دير 2 بويسونس 8 راح طيح لك هنايا 256، هذه ما بعيدة عليه. لو كان دو بويسونس 9، دو بويسونس 9 نورمالي راح تعطي لك راح تعطي لك 500 نورمالي 519، لا راح تعطي لنا 512، راح تعطي لنا 512 مريزت 512. اوكي 512، ونزيد ونشوفو سما 512 بعيدة شوية على 517، سما ما تخرجناش. في هذه الحالة راح نفوتو اللي بعدها اللي هي 512، نزيد ونضربوها واش في زوج، راح اطيح لك 1024، سما 2 بويسونس 10. في هذه الحالة كيما واحد يقول لي 1024 بزاف، هايك برسك 500، برسك دوبل تاعها، بصح الله غالب. دونك هذه هي السولوشن، ما كان سولوشن واحدة أخرى. وباش نسهلوا على بعضنا واش نديروها، نديروها 510، نديروها 510 باش ما نبداوش نخلطوا كومبليكو الحاله. راح تكون راح معناتها الان راح وين تروح، راح تروح 9. اوكي، معناتها ان يساوي 9. اوكي، اللي هي النمبر اوف زيروز. لو كان نجيو هنايا كما راكم تشوفوا هنايا عندي 20، عندي الماسك تاع هذايا نورمالي هو 255 زيرو زيرو، وانا قلت لكم الناف كي يكون عندك الان ابدا من اليمين وارواح، واما كي يكون عندك ال كي يكون عندك الاس تجي من اليسار وتجي اليمين. بصح واحد يقول لي راني درك راني راه تلفت لي نبدا منا ولا نبدا منا، لا تبدا منا. بصح كي يكون واحد يسقسيني يقول لي كي يكون عندك الاس واش دير، تبدا منا ولا تبدا منا؟ اوكي تبدا منا. اوكي، في هذه الحاله عندنا ان، اوكي اللي هي 255 255، ومنا نبدأ ملي زيرو منا ندير 9 زوار، 1 2 3 4 5 6 7 8، خلاص 8 خلاص، او تغلق هذا الاوكتي هذا البايت. بعد شحال بقات لي وحده؟ بقات لي وحده، اللي بقاو لي واش نضربهم بالان؟ شحال عندي هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. دونك كي نحولوا هذايا للديسيمال يولي 255، 255 200 هنايا، هنا لازم تكون انتيليجون. هذا البوزيسيون تاعو شحال؟
بوزيسيون تاعو 1 اوكي بوزيسيون تاعو 1 دونك هو 255 ناقص 1 ديريكت اللي هي 254 0 تسمى هذا هو الماسك الجديد نتاعنا معناتها تولي هذه 20 20 واش 20 33 33 0 0 سلاش واش سلاش عدد الوحدات عندك 16 17 18 19 20 21 22 23 سلاش واش 23 اوكي دركا الحكمه وين كيفاش نطلع بوزيسيون اللي تطلع بها كيما راكم تشوفوا هنايا هاي وين راكم تشوفوا هذايا هذايا بوزيسيون او الان اللي يجي بعده زيرو هذا بوزيسيون تاعو شحال شحال بوزيسيون تاعو لو كان نجي نشوف هنا 2 بويسونس واش 2 بويسونس 1 هكذا 2 بويسونس 1 تسمى دركا هذايا شحال يساوي 2 بويسونس 1 اللي هي 2 دونك الريزون تاعك يطلع بالدو بصح كاينه حاجه هنايا راه مش كيما مقبل يطلع بالدو في الاوكتي الاخر دركا راه ايموفيل واش الاوكتي الثروازيام تسمى دركا كيفاش تولي تولي 20 33 0 0 هذه تفهمنا عليها بصح وين يتبدل هذاك الدو يتبدل هنا ما يتبدلش هنا تسمى الريزو جي شحال يولي يولي 20 33 واش 2 0 الريزو اللي بعده راح يولي 20 33 4 0 واللي بعده 20 33 6 0 وهاي رايحه اوكي كيما تشوفوا باللي عدد كبير باش نلحق 255 سي بور سا بصح شوف شوف شحال عندك من من هوست راهي عندك 515 في شاك نتورك راه هذه النتورك عندك فيها شحال 515 وهذه فيها 515 وهذه فيها 515 وهذه فيها 515 تسمى هنايا الريزو تاعك وين يخلص راح يبدا في 20 33 0 0 وين يخلص يخلص في 20 33 1 255 هذا هو البرودكاست تاع هذا الريزو اوكي برودكاست تاع هذا الريزو هذا النتورك نتاعو والهوست رينج باش ما تغلطش دير هنا بلوس 1 ودير هنا موانز 1 يعني تطيح لك 20 33 0 1 حتى الواش حتى ال 20 33 1 254 دونك هذا هو لي زادريس كيفاش نديرهم واحد يقول لي الريزو اللي بعده راح يبدا في راح يخلص في 20 33 3 255 الهوست رينج راح يكون من 20 33 2 1 راني هنا ندير بلس 1 وهنا ندير موانز 1 تولي حتى الواش حتى ال 20 33 3 254 وراهي ماشيه ان شاء الله تكونوا فهمتوا الهوست هذا المثال كاينه حاجه اللي نوريها لكم اللي هي واش اللي هي سابنات كالكوليتر هذا يعاونك بزاف هذا يا سابنات كالكوليتر انك تكون غلط ولا صحيح اوكي هذا يعاونك اسكو تكون صحيح ولا غلط وين في الـ في الاكزرسيس اللي حبيت ديره اوكي حنا في حالتنا واش درنا درنا ادريس من قبل درنا درنا 20 20 ما على باليش اسكو راهو مازال عندي الميتر ولا راح والله ما على بالي راح معليش اوكي معليش معليش راح نديرو 20 درنا 20 نورمالمون درنا 20 33 4 شبونس 0 ولكن درنا واش سلاش شحال طاحت لنا استنى 255 ما درناش البيتس ماشي درناه في الكلاس بي اللي هو كلاس بي درنا 20 33 4 0 واش درنا الماسك نتاعو 20 علاش راه يبدل فيه ما فهمتش ما بدلوش خاص نستنى نشوفو ايميليتور واحد اخر معليش هذا جون نسيتو شوفوا هذا يا اي بي كالكوليتور دير اي بي سابنت كالكوليتور هذا يحسب لك اوتوماتيك ايوا نسيو هذايا عندي شوف عندي 20 عندي 20 33 4 0 الواش قلنا سلاش
23 اذا تشبه، واه 255 255 254 0. دوكا نقول له كالكولي لي هذايا. شوف معايا هاو كيما درنا من قبل، لقينا باللي 233 اي بي ادريس ربعة 0، نتورك ادريس راح تكون 0، 254 راح تكون بالواحد، وال ريزو هنايا غلطنا فيه. جماعه رانا غلطنا اوكي، سما انسالي هذه كنسالي، معليش هذه تصرا جماعكم، شفتوا باللي انستريكتور وقادر تغلط نورمال في هذه، لانه فيه شوف معي سامحوني جماعه 33 معليش نعاودوها، كان حتى مشكل 4 0 هذايا، واش درنا قلنا عندنا سلاش 24 سلاش 16 هذا واش قلنا، نعاودوها رابيد مولنا اللي هي 255 255 00 هذا الماسك تاعها، وعندي الشركه تحوس على 500 قلنا شحال 510، عندي 500 ماشي 510 قلنا 500 نديروها 508 خاش 500 اوكي 508 قلنا عندي اش يساوي 2 بيسونس ان موان 2، وعندي هنايا كي جبدنا 508 هذيا 2 بيسونس ان موان 2 جبدنا 2 منها ولات 510 اوكي 2 بيسونس ان. الان لقيناه وين يروح، يروح الان يروح ل 9، هذه متفاهمين عليها. دركا درنا 9 منها، درنا 8 لي 0 اوكي 8 لي 0 مع 0، والاخرى ضربناها بواش بليزا، هذا واش درنا 4 5 6 7 8 اوكي، وهنايا كانت عندي 255 من قبل هكذا اوكي. بعدا واش درنا استغفر الله بعدا حولنا 255 وين 16 درنا هكذاك 255 254 0، طحنا هذا والماسك جديد اوكي. قلنا باش يطلع، باش الريزون تاعك يطلع لازم نشوفو بوزيسيون، هذا دو بيسونس 0 وهذا دو بيسونس 1 اوكي، دو بيسونس 1 اللي هي تساوي دو بيسونس اش حتى تساوي 2، الان اللي يجي بعد 0 معناتها الريزون تاعي يطلع بال2 راني صحيح. شنو هذه يا كات هذه دقيقه قال لك يطلع بال برودكاست هنا 23 ربع دقيقه برك جماعه راني هنايا كنت دايخه جماعه ما تسامحوني اني انا كنت دايخ من قبل كنا صحاح عادي رانا صحاح ما من المثال الاول راه صحيح هاي وين انا هذا وين شفت الهوست رينج تلقاه لتحت كامل اوكي تلقاه لتحت هاي وين قلنا باللي هذا يا هو هنا 20 33 00 الهوست رينج قلنا من 20 33 01 جوسكا واش 33 1 254 والبرودكاست قلنا من 1 حتى 255 الريزو اللي بعده راح يكون من 20 33 20 خش منطقيه انه يطلع بالزوج اوكي دونك هذه هي يا جماعه 33 رانا صحاح ما كاين حتى غلطه دونك هذه هي فيها شويه بعض التركيز لازم تركز جماعه هذا هو سابنيتين درك نجيو للبيت القصيد هذه راه مش راح تجيك في الاكزام بون راح يطيح لك عفسه خفيفه دوكا حنايا رانا مادامنا نقراو بروفيسيونال لازم نوريكم في البروفيسيونال وشنو الحاجه اللي قلت لكم ركزوا عليها في البروفيسيونال لانه في البروفيسيونال دركا كيكون عندك راوتر اوكي وعندك راوتر هنايا هنا الروتر هنا يحتاج اي بي رانا من بعد نشوفوه هنا يحتاج اي بي هنا ايش حرك راك تحتاج من اي بي هنايا في هذا في هذا اللي تخيل معاك عندك ادريس عندك اللي هي 10.0.0.0/8 هذه سلاش 8 لو كان تجي تشوفها هي 255.0.0.0.0 معناتها لي زيبي اللي تقدر تمدهم هما 2 بويسونس 24 وانت يا راك راح تستعمل غير 2 اي بي ادريس واحده زوج تروح تضيع من 200 2 بويسونس 24 تروح تضيع منها تخد تستعمل منها 2 اي بي والاخرى تضيعها ماهيش منطقيه دونك في هذه الحاله واش لازم تدير عندك قاعده راني قلت لكم قاعده اللي هي شو تساوي تساوي اش 2 بويسونس 1 موان 2 انا في الاش تاعي الاش معناتها كي نقول لك اش هوست ماشي قادر يكون ديما هوست بي سي قادر راني نحتاج اي بي اي بي مادام نحتاج اي بي خلاص معناتها نحتاج نستعمله دونك هنايا الاش هو يساوي لك 2
2 بيسونس 1 تساوي لك 2، جبد 2 منها تولي لك 4. وشنو هو العدد الذي يساوي 4؟ راح الان راح يروح بزوج لانه 2 بيسونس 2 تساوي 4 2. اوكي، ورايح دير هكذا اللي هي 10 0 0 0 اللي كانت اصلها ال 10 سوري مره الستيل هنا ال 10 0 0 0 اللي هي سلاش ويت اللي اصلها كانت 255 0 0 0. انا في حالتي عندي واش؟ عندي الان يساوي زوج، دونك منا على اليمين زوج والاخرى كامله نضربها بواش بالان. عندي زوج زوج 5 6 7 8 وهنايا كيف كيف 1 1 1 1 1 1 1 1 هي 8 وهنا 1 1 1 1 1 1 1 هي 8 وهنا عندي 255. كي نحولها اون ديسيمال طيح لك 255 255 252. اوكي 252 معناتها الريزو تاعك بوش يطلع. شوف البوزيسيون تاعو هذايا، هذا بوزيسيون تاعو 2 بويسونس 1 معناتها 1، هنايا 2 بويسونس هنا بويسونس 0 طيح لك 1 طيح لك 1، 2 بويسونس 1 طيح لك 2، وهنايا 2 بويسونس 2 طيح لك 4. معناتها الريزو تاعك يطلع ب 4، معناتها تولي هكذا الريزو الاول راح يكون 10 0 0 سلاش شحال سلاش 30. مين واحد يقول لي مين جاتك 30؟ 8 و8 و8 شحال 24 25 26 27 28 29 30 30. دونك كيفاش تولي؟ تولي الريزو يطلع لك بربعة، معناتها هنا 0 0 0 حتى الواش حتى الربعة. الريزو اللي بعده كيف كيف 10 0 0 0 8. درك هنايا النتورك تاعهم برودكاست، هذا برودكاست تاعو يولي 10 0 0 3 هو البرودكاست، والاي بي اللي نقدر نمدو هو الان ودو. دونك هنايا ندير نستعمل الان ودو في روتور واحد اخر في ريزو واحد اخر نستعمل ال 5 وال 6 لانه هنايا وكاين ريزو جديد اللي هو 10 0 0 4 اللي هو حتى الواش 10 0 0 0 7 هو برودكاست، وال 5 وال 6 هما الهوست رينج. هذا هو بالنسبه للسبنيتين، ان شاء الله تكونوا فهمتوه بيان. كاش حاجه والله ما فهمتوهاش اكتب لي في الكومنت ان شاء الله نجاوب عليك. يعطيك الصحه، يعطيكم الصحه على هذه الحلقه، نشوفكم في الحلقه اللي بعدها.